أيها الإخوة المواطنون، الكلمة السامية لسلطان البلاد المعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المواطنون، في هذه المناسبة المجيدة العزيزة على قلوبنا جميعا، ونحن نحتفل بعيدنا الوطني السابع، يسعدني أن ألتقي بكم هنا في هذا الجزء الغالي من بلدنا الحبيب. على أرض المنطقة الجنوبية، أرض البطولة والأمجاد، إن شعبنا إذ يحتفل اليوم بهذه الذكرى الوطنية العزيزة في جميع أنحاء البلاد، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وفي الداخل وفي السهول وفي المدن والريف، فإنه يذكر بكل فخر واعتزاز الانتصارات المجيدة والإنجازات العظيمة التي حققناها معاً بالتلاحم والتآلف والعمل والكفاح والتضحية. يواجه المستقبل بإيمان عميق وقلوب ملؤها الثقة والعزيمة والأمل. أيها المواطنون، أود أن أستهل كلمتي إليكم في هذه المناسبة بأن أحيي الدور البطولي الذي قام به رجال قواتنا المسلحة الباسلة بكافة تشكيلاتها وكتائبها البرية والبحرية والجوية، وفرقنا الوطنية الشجاعة على ما قدموه في ساحات القتال من بطولات وتضحيات، ذوداً عن حماة هذا الوطن ودفاعاً عن عقيدته ومقدساته، حتى حققوا النصر النهائي الحاسم على الأعداء. إن هذا النصر الذي تحقق يتجاوز بنتائجه حدود بلادنا الحبيب، فهو انتصار لكافة دول وشعوب المنطقة ضد خطر حاول تهديد هذه المنطقة بأسرها. وهو أيضاً انتصار يمد بالشجاعة والعزم والأمل شعوب البلدان الأخرى المكافحة دفاعاً عن أمنها وسيادتها واستقرارها.
واليوم وحيث ينعم بلدنا بالأمن والاستقرار، فإن قواتنا المسلحة تقوم بدور حيوي في زمن السلم مثلما قامت بدورها البطولي زمن الحرب. فقد قام رجال قواتنا المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأخرى في الدولة بمساعدة المواطنين المتضررين بالإعصار الذي أصاب بعض مناطق السلطنة خلال هذا العام. كما أنهم يساهمون بصورة مستمرة في تنمية بلدنا الحبيب ورفاهية شعبنا. وانطلاقاً من الإيمان العميق بأهمية دور القوات المسلحة في السلم وفي الحرب، فإننا نولي قواتنا الباسلة كل رعاية واهتمام حتى تكون دائما على مستوى عال من الكفاءة والقدرة القتالية. وحتى تظل درعا للوطن تذود عن حياضه ومقدساته وتساهم في مسيرة البناء والرخاء. وإننا لنشعر اليوم بالفخر والاعتزاز إزاء مستوى الكفاءة العالية التي تتمتع بها قواتنا المسلحة الباسلة. ولعل نظرة شاملة إلى العالم من حولنا تؤكد لنا مدى الأهمية الكبرى للحفاظ على ذلك المستوى. إن أولئك الذين يسعون إلى السيطرة على شعوب العالم قد أظهروا مراراً وتكراراً عزمهم على استخدام قوة السلاح، ضاربين عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي لكي يحققوا أهدافهم. وفي أفريقيا فإن حرية بعض الشعوب هناك تتعرض للخطر من جراء استخدام قوة السلاح دون رحمة أو شفقة. والآن وفي الوقت الذي أتحدث فيه إليكم، فإن إخواننا العرب هناك يناضلون من أجل استقلالهم ضد قوات توجهها وتمدها بالسلاح قوى خارجية تسعى إلى السيطرة الاستراتيجية. وفي هذه الأيام التي نرى فيها حياة وحرية البشر في كل مكان مهددة بأطماع هذه القوى التي لا ترحم، يتحتم علينا أن نكون دائما حذرين ومستعدين للدفاع عن بلدنا. ونحن واثقون من أن هذا الواجب المقدس الذي عهد به إليكم، وهو الدفاع عن ديننا الإسلامي الحنيف والحفاظ على أمن واستقرار بلدنا الحبيب، هو أمانة في أعناقكم.
أيها المواطنون الأعزاء، إن الافتراض بأن الخطر الذي يهدد الدول والشعوب يبدو دائماً على شكل قوة مسلحة إنما هو افتراض خاطئ، فأعداء الحرية يستخدمون كل الوسائل والطرق الممكنة لتحقيق أهدافهم. إن هذه القوى التي تعمل في غالب الأحيان في ظل شعارات زائفة عن الحرية والمساواة وحقوق الإنسان قد عدت نفسها لتقويض وتحطيم أسس المجتمعات المستقرة. وهذه القوى التي تزعم الدفاع عن الحرية وتزعم الدفاع عن الشعوب الضعيفة الفقيرة مصممة على إهدار الشرعية الدولية والقيم الإنسانية في كل مكان. إن هذه القوى تحارب بكل ما لديها من وسائل الحرب والتخريب، ساعية إلى هدم القيم والمبادئ والمثل التي تعلمها الإنسان عبر مئات السنين وارتضاها أساساً لنظام حياته. كذلك فإن الدعايات المسمومة التي تستخدمها هذه القوى بذكاء ومهارة إنما تهدف إلى تضليل عقول البسطاء من الناس الذين يسهل خداعهم، كما تهدف إلى خداع الذين يرون في هذه الدعاية المسمومة دعوة لإطلاق غرائزهم الدفينة. إن هذه القوى تحاول بالشعارات البراقة الزائفة عن الحرية والمساواة وحقوق الإنسان أن تهدر القيم والأخلاق والمبادئ والمثل، وتهدر كرامة الإنسان وكل ما يؤمن به. وتكمن خطورة هذه الشعارات في أنها تحاول استغلال الشباب لتنفيذ مآربها، ظناً منها أن الشباب لم يصل بعد إلى درجة الوعي التي تحصنه ضد الأفكار والتيارات الهدامة. ورب سائل يسأل: ترى ما هذه الغاية؟ ما هي الغاية من هذه المحاولات؟ إن الغاية واضحة ومعروفة، وهي دفع الدول والشعوب المستقرة إلى حالة من الفوضى والاضطراب والانحلال الخلقي والمادي باسم الحرية والمساواة، وبحيث يصبح من السهل الانقضاض على هذه الدول والمجتمعات، لأن هذه القوى لا هم لها سوى السيطرة على العالم. وإذا أجاز بلد لنفسه أن يحدث هذا لا سمح الله، فإنه سيجد نفسه معرضاً لطغيان بشع لا يعرفه إلا الذين خبروه، حيث تتحكم في حياة الناس مشاعر الخوف من معسكرات الاعتقال والشرطة السرية
في ظل أنظمة حكم لا يستطيع إنسان معها أن يثق بأخيه الإنسان، وحيث الدولة تلقن حتى الأطفال أن يبلغوا عن آبائهم ليزج بهم في غياهب السجون. أيها المواطنون، إن عمان قد دأبت باستمرار على أن تقوم بدورها كاملا على المسرح العالمي، بالتعاون مع كل الدول الصديقة في سبيل الدفاع عن حرية الإنسان وعزته وكرامته. وقد واصلنا أيضا العمل بالتعاون الوثيق وبروح تتسم بالوفاق الأخوي في إطار جامعة الدول العربية، دفاعا عن القضايا العربية. إن هذا الدور الذي يقوم به بلدنا سيبقى دائما حجر الزاوية في سياستنا الخارجية. وعلى مستوى منطقة الخليج، فإننا على يقين بأنه من الأهمية بمكان أن ندرك نحن دول المنطقة أهمية الالتزام بمسؤولية حماية أمننا والحفاظ عليه. ويسعدني أن أقول هنا أن تعاوننا المخلص الذي يميز علاقاتنا مع دول المنطقة قد أسهم في تقدم شعوبنا ورقيها. ولا يسعني هنا إلا أن أعبر عن شكري وتقديري للدول التي قدمت العون لعمان، وبالنظر إلى العلاقات الوثيقة التي تربط دول المنطقة ومصالحها المشتركة، يوسفني أن أقول إن علاقات السلطنة مع اليمن الجنوبي لم يطرأ عليها أي تحسن خلال العام المنصرم. ذلك أن الجهود المتواصلة التي بذلتها الجامعة العربية والدول العربية الشقيقة في هذا المضمار لم تحقق أي تقدم، بالرغم من تعاون عمان الصادق مع تلك الجهود. ونحن نأمل أن يحين الوقت الذي يدرك فيه قادة اليمن الجنوبي أن مسؤولياتهم تجاه الأسرة العربية والإسلامية التي ينتمون إليها أهم بكثير من التزاماتهم لخدمة مصالح وأطماع أعداء هذه الأسرة. أيها الأخوة المواطنون، إننا إذا أردنا أن نضمن لبلدنا القيام بدوره كاملا من أجل خدمة قضايا الحرية والسلام، فإنه يجب علينا أن نواصل جهودنا لبناء وتعزيز قوة بلدنا. وأن نعد أجيالنا الصاعدة للمهام والمسؤوليات التي تنتظرهم. وبهذه المناسبة التي نحتفل فيها بعيدنا الوطني السابع، يسرني أن أقول أننا قد أحرزنا تقدما كبيرا
هذا العام على طريق تحقيق هذه الأهداف النبيلة. ففي مجال التعليم الذي يجب أن يعتمد عليه مستقبل بلادنا الحبيب، تحقق المزيد من التقدم، حيث تم إنشاء 54 مدرسة جديدة، وتم تعيين أكثر من 1000 مدرس منذ العام الدراسي 75-76. وبهذا تمكن ما يقرب من 10,000 من أبنائنا أن يبدأوا حياتهم الدراسية هذا العام. وكان هدفنا الرئيسي ولا يزال هو إتاحة الفرصة لكل فتى وفتاة في السلطنة ليتلقوا 9 سنوات من التعليم كحد أدنى. ولقد أصدرنا أوامرنا ببذل كل جهد لتحقيق هذا الهدف النبيل بأسرع وقت ممكن. وكنت في العام الماضي قد أعلنت لكم عزمي على إتاحة الفرصة أمام شبابنا، ليس فقط لاستيعاب المناهج الدراسية، وإنما أيضا لاستيعاب حضارة بلاده وتراثها التاريخي العظيم. وبعد دراسة دقيقة وصلنا الآن إلى مرحلة إعداد منهاج دراسي لا يتطابق مع المستويات الدراسية العالمية فحسب، بل يتضمن أيضاً فحوى هذا التراث الوطني العريق. فالتعليم يجب ألا يبقى وسيلة لتثقيف الفرد فقط، بل يجب أن يعنى أيضاً بتكوين شخصية ذلك الفرد، حتى تلعب عمان دوراً مهماً في الشؤون العالمية. ذلك أن التأثير المتزايد لحضارة ومدنية القرن 20 على جوانب الحياة في بلدنا يجب أن يبدو جلياً وواضحاً لكل واحد منا. فالكثير من هذه المؤثرات قد جلب نعمة الصحة الجيدة والحياة الأفضل لشعبنا، وأنه من الأهمية بمكان، بالإضافة إلى المحافظة على القيم الدينية والخلقية، العناية أيضاً بالصحة الجسدية ووقايتها. ويسرني أن أقول أيضاً أننا قطعنا شوطاً كبيراً هذا العام من أجل توسيع وتحسين الخدمات الصحية في السلطنة، فقد افتتح خلال هذا العام عدد من المراكز والمستوصفات الصحية في مصيرة وعبري وينقل. كما يجري حالياً تنفيذ مشاريع لتوسيع مستشفيات صحار، نزوى والبريمي، ومستشفى خولة بالعاصمة، فضلاً عن التوسع الذي تم بمستشفى النهضة، وذلك بهدف زيادة طاقة استيعاب هذه المستشفيات وتنويع الاختصاصات الطبية فيها. وهنا في المنطقة الجنوبية فإن دوائر الخدمة الطبية تسلمت الآن مسؤوليتها للعناية وتقديم الرعاية الصحية لأبناء شعبنا.
وتقوم الفرق الطبية المتنقلة التي تضم كل واحدة منها طبيبا مؤهل بخدماتها المستمرة. وهذه الفرق مجهزة تجهيزا كاملا وتستطيع الانتقال بسرعة إلى الأماكن التي يحتاج أهاليها إلى خدمات طبية بطريق البر أو البحر أو الجو. وفي المنطقة الشمالية تقوم فرق مماثلة بخدمة المواطنين هناك، وتجري الآن حملة تطعيم في كل أنحاء البلاد ضد الأمراض المعدية. إن شعار خدماتنا الطبية يتركز على الوقاية من الأمراض وليس معالجتها فقط. وعلى مستوى آخر وفي إطار رعايتنا الخاصة التي نوليها لشبابنا، فقد وافقنا على إعداد دراسة لإنشاء مجمع رياضي كبير على مستوى عالمي، فضلا عن خطة وزارة شؤون الشباب للتوسع في تنمية مواهب شبابنا وقدراته وتدريبه على حب حياة البحر تخليدا واستلهاما لما قام به أجدادهم عبر التاريخ، وبروح تنبع من تقاليدنا البحرية العريقة. وتحت رعاية وزارة الإعلام والثقافة والوزارات الأخرى ستقوم فرق من الشباب من أوروبا والشرق الأقصى بزيارة السلطنة خلال الأشهر القادمة كخطوة أولى في برنامج متواصل لتبادل الزيارات بين شبابنا وشباب البلدان الأخرى. إننا نعتبر هذه الاتصالات التي يقوم بها شبابنا أمراً بالغ الأهمية، ذلك لأنها تعطي لزوارنا من البلدان الأجنبية فكرة واضحة عن طريق حياتنا العمانية، وتعرفهم عن كثب ببلدنا وشعبنا. ونتمكن في نفس الوقت ويتمكن في نفس الوقت أبناءنا وبناتنا من كسب المعرفة والاطلاع على أحوال الدول الأخرى وعاداتها وتقاليدها. ونحن على يقين بأن مثل هذه الاتصالات المتبادلة سيكون لها أثر بالغ في تحقيق التفاهم الدولي وترسيخ السلام العالمي. أيها المواطنون الكرام، إن جميع هذه المشاريع والخطط المتصلة بتطوير التعليم وتحسين الخدمات الطبية وتوفير فرص الحياة الأفضل لشبابنا وسائر الأنشطة الأخرى التي تقوم بها مختلف الوزارات من أجل النهوض بعماننا الحبيبة وتقدمها وازدهارها، إنما يعتمد على قوة اقتصادنا الوطني. ويسرني أن أقول لكم أن اقتصادنا الوطني قد حقق تقدماً ملموساً في السنة الماضية، فبالإضافة إلى مصادرنا النفطية التي نحرص على تطويرها، فإن عملية تطوير احتياطي النحاس قد وصلت الآن إلى مرحلة
تمكننا من إنتاج 20,000 طن من النحاس في السنة.